بطيخ من بابك ايه؟ هو في بطيخه النهارده في السوق اقل من 30 جنيه للمستهلك؟ على الطبيعه اتفضل. بس احنا لسه ما جيناش في الموسم ابو 5 جنيه والكلام. هجيب لك يا سياده الدكتور هجيب لك الاسعار. دي عربيات على فكره. دي عربيات 13500. العربية دي كم بطيخة؟ دي ممكن 2000. 2000 بطيخة. هجيب لك العدد اللي انت عايزه. 2000 بطيخ. بص 2000 1800. يعني 1800. متوسط العربية من 2000 ل 1800. 13500 ده ثمن ال 2000 بطيخ. 11000. و 13500 13000 15 14500 11 12 13 تيجي تقسمه خلي بالك التاريخ اهو 11 5 تيجي تقسمهم بقى ومفدين هيجيبها يا باشمهندس محمد مفدين ما خلص على كده تيجي تقسمهم فدان بيجيب والله الفدان جايب عربيتين بطيخ قول 13000 وفي فدان جايب عربيه على 1500 جنيه او 1500 بطيخه الفدان بس. ياخد له 70000 جنيه السنه دي هجيب له من عربيه لعربيتين ثمن البطيخه 8 جنيه ونص ليه بقى المستهلك بيشتريها ب 70 جنيه في السوق ده حاليا اه طبعا والبطيخ رخص ولا غالي لا البطيخ رخص مش غالي اه كان بكام وبقى بكام كان ب 70 الواحده اه ب 70 وب 80 جنيه كمان ودلوقتي بتجيبوه بكام ودلوقتي ب 35 وب 30 وفي بطيخ حلو ب 40 مش كل البطيخ برضه الواحده بتجيلكوا كده من السوق ما احنا بنجيبها من السوق من الوكاله يعني من الوكاله اه طب ليه الفلاح بيبيعها ب 8 جنيه فلاح مين اللي بيبيعها ب 8 جنيه المزارع والله طلع من عنده ب 8 جنيه امبارح ما فيش الكلام ده بقى بطيخ ما يتاكلش يا ابويا بتتباع العربيه بامها بابوها تبقى عربيه فيها شويه صغيرين كبير صغير قليل والرفيع كتير وانت هتاخدها كله عايز ياكل عيش يا حاج في بطيخ الصحراء غير البطيخ ده كله بطيخ ربيع او شراء في بطيخه تشقها كده وترميها في الترعه في بطيخه تقطعها وتاكلها انت مهجر هنا يا حاج جمال مش كده؟ اه الفدان بكام؟ ب 12 12 عروه سنه ولا عروه يعني؟ هو اجرها سنه تقدر تزرعها عروتين ماشي عروه ماشي اه سنه خدت بالك؟ ما هو بيديها لك كده هي السنة بتخلص وفي 18000 وفي 15000 وفي 14000 لا أنا بتكلم على فدان البطيخ اللي أنت بتقول متكلف 70000 أيوة السنة دي ده إيجاره كام؟ 12؟ أه يعني بند الإيجار من ال 70 دول 12 12 الباقي إيه بقى؟ الباقي لا مؤاخذة أنفار مبيدات تسميد والتسميد عمل معاك إيه السنة دي بقى؟ وحش الارتفاعات يعني والله ما بكذب عليك بالحرف الواحد كان فيش كارت كالسيوم بنجيبها ب 280 جنيه وب 300 يعني من محل لمحل اه السنه دي وصلت 1100 جنيه كالسيوم اللي هي نترات الكالسيوم الكالسيوم اللي هي 50 كيلو عبود لا ما عادش عبود عبود لا في موجود اجيب لك لو انت عايز بس ب 1100 جنيه 1100 جنيه من 300 و280 اسعار ايه بقى طب ما بتشوفش نترات الكالسيوم ليه بتاع ايفر جرو يا انت ما تبصها كل حاجه علت انت بتبص لايه ماشي علت بس برضو يعني علت الثلاث اضعاف اه بص يا دكتور حاجه الفلاح عرض وطلب مش مقيده بايه بحاجه يعني لا ممكن دلوقتي مثلا بطيخه مثلا ب 8 جنيه اهي ممكن لو ما فيش بطيخ ممكن توصل 50 جنيه و40 جنيه و30 جنيه الوكاله ب 130 جنيه اللي ماشيه ب 130 ديت اكيد لها اكيد كان ب 50 جنيه كام البطيخ؟ مليون جنيه الواحده بمليون؟ تستاهلوا والله انا بطيخ ماسك ما تاخدش والله تستاهلوا انتوا تبيعوا بالكيلو ولا بالواحده؟ لا بالواحده بالواحده بالصلاه على النبي خلاص بقى الواحده بكام؟ عندي ب 35 وعندي ب 50 35 و50 وعلى الدواب يلا الحلاوه قبل الحمار ربنا يحسن حالكم يا رب وسوقكم انت عسل الله يكرمك يا حبيبي الله يخليك انتوا جايبين البطيخ منين البطيخ ده؟ منين؟ ده اسوان يا ده بتاع اسوان؟ ماشي يا حبيبي ربنا يحسن سوقكم يا رب عجوز ايه؟ احنا مزارعين بنسال بس الله يخليك يا حبيبي شكرا طب وهتعمل ايه مع مع فدان البطيخ اللي كده يسيب 50000 جنيه كده خساره عليا 50000
ده على الاقل ممكن يسيب 40,000 ولا 40,000 دي قليله. انت مأجر كام فدان بطيخ هنا؟ معايا 21 فدان. انت بتتكلم داخل على 800,000 جنيه خساره في موسم بطيخ. آه. زرعه بطيخ وبشيكات وللعلم بالظبط كده. طب وبتستمر ازاي يا حاج جمال؟ ممكن استمر سنه ثانيه عشان انا مثلا اسلوبي حلو. يعني ايه اسلوبك مع مين بقى؟ مع الناس اللي بتعامل معاها دي. انا اقول لك عليها الحاج مع تجار الاسمده والمبيدات يعني. الحاج جمال مع مشتل. الحاج جمال يجي اخر السنه بقى خسران وعنده عربيه يبيع العربيه ويسد الناس عشان يتنيه شغال السنه الجايه. تمام. طب هو السنه دي متراكم عليه ديون من السنه اللي فاتت زي 300,000 بس الناس عارفه عمله الحاج جمال فبتقف معاه تاني. طب السنه الجايه ادي 500 و800 مليون و300. طب هيضطر اللي كان بيديه 100,000 او بيديه اسمده ومبيدات ب 100,000 ممكن يشتكي بقى. هنا يبدا يشتكي الحاج جمال اللي هو كان زي الجنيه ده بالنسبه له. بقى نصاب. طب في حاجه ثانيه، اللي انت شايفه قدامك ده يقدر يشتغل باليوميه؟ لا صحيا ولا اجتماعيا. حلو قوي. تعتل معلم جمال. طب انا مضطر ان انا برضو اشحت وازرع. تشحت وتزرع. معاك كم عامل بيشتغلوا يا حاج جمال؟ معايا عامل، انا كان معايا النهارده بيقطعوا بطيخ 15 راجل، غير حاليا دلوقتي 3 رجاله في الغيط بيرش. يعني اقدر اقول في موسم البطيخ ده انت فاتح بيت كام عامل معاك؟ 15 اسره. ده طول السنه كاساسيين مش اقل من 7 8 10 اساسيين قاعدين، بس في الموسم الحصاد كل يوم معاك من 16 من 18 ل 19 ل 14. لا اله الا الله. طب العيشه اللي احنا عايشينها دي في خص يا حاج جمال، يعني ايه اللي مصبرك على الزراعه وانت يعني انا شايف انها حياه جميله ما قلناش حاجه. طيب ماشي اروح يعني فين؟ اللي هيشوفها. طب اروح فين؟ يعني ايه تروح فين؟ يعني اشتغل ايه؟ انت جاي من كفر الشيخ مش كده؟ عشان اكل عيش. طب وحال الزراعه في كفر الشيخ ايه؟ ما فيش هناك المساحات ان انا ازرعها. هزرع لي 5 فيادين 4 فيادين. خدت بالك؟ وهناك بيطلع متاخر، واللي بيطلع متاخر ما بينفعش. وللعلم يا دكتور هو بيوسع في مساحه عشان يقدر يسد. دلوقتي بقى بيقلل عشان غصب عنه مفيش حد بيقف معاه، والدين اللي يتسد على سنه يبقى على 3 4. طب في النهايه يعني يا حاج جمال انت شايف ايه؟ شايف ايه مستقبل الزراعه في مصر ايه يعني؟ بالمنظر ده؟ الفلاح ميت. الفلاح ميت. ميت. بالمنظر ده. وبقول لك بكل، مش انا لوحدي. هي ازمه عالميه يا حاج جمال، وربنا سبحانه وتعالى يعديها علينا بخير. ده احنا على فكره من اوله السنه، انت ما تبصش للاوقات. هتقول لي مثلا اوقات، احنا في كل يوم في ارتفاع. النهارده من السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي في ارتفاع يوميا. الحاجه اللي بروح اجيبها النهارده ب 10 نفس الحاجه بكره الاقيها ب 12 وب 15. ده كان حال الحاج جمال احد مزارعي كفر الشيخ اللي جاي على طريق مصر الاسكندريه الصحراوي في صحراء مصر الغربيه علشان يزرع وينتج لبلده مصر. ربنا يعين. كان معكم محمود البرغوثي، قناة الأرض.